القارة العجوز باتت قريبة الى الحرب اكثر من اي وقت مضى، ليس ذلك اجتهاد من محلل سياسي او مراقب للتطورات الاخيرة في القارة الاوروبية، بل تحذير اطلقته منظمة الامن والتعاون في اوروبا تعليقا على تصاعد التوتر مع روسيا بشان الازمة الاوكرانية. وبشان الازمة ذاتها، جرت محادثات بين مسؤولين امريكيين وروس في العاصمه النمساويه فيينا ليخرج المبعوث الامريكي لدى المنظمه الاوروبيه ليؤكد ان على الغرب الاستعداد لاحتمالات التصعيد العسكري في كييف بينما قال وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن ان بلاده لا تعلم تحديدا الطريقه الذي سيسلكه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهل سيختار الدبلوماسيه والحوار ام سيستمر في مسار المواجهه والعدوان التصريحات الاوروبيه والامريكيه القريبه من التشاؤم تاتي بالتزامن مع مقترح تقدم به اعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الامريكي ينص على فرض عقوبات على الرئيس الروسي ومساعديه وتقديم مساعدات ماليه وعسكريه لكييف من اجل التعامل مع الغزو الروسي المحتمل في حين وصف الجانب الروسي المحادثات مع القوى الغربيه بانها غير ناجحه. وصف عززته تصريحات وزير الخارجيه سيرجي لافروف التي اكد خلالها ان روسيا مستعده لكافه الاحتمالات في ملف التوتر مع الغرب متهمًا حلف الناتو بتعزيز وجوده العسكري قرب الحدود الروسيه وبالنظر الى تصاعد احتمالات الحرب بين الغرب وروسيا فان العالم ربما يكون على موعد مع تغيرات دراماتيكيه قاسيه فيما يتعلق بتوازنات القوى وخرائط النفوذ الاقتصادي والعسكري للاقطاب الكبرى بما قد يؤذن بصياغه مرحله جديده من العلاقات الدوليه وفق ما ستسفر عنه نتائج تلك الحرب المحتمله